يجوز الخلط بين جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا؟ هذا السؤال الذي يشغل عديد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح لم يعد متوفراً. سيكون هو العنصر الرئيسي في متابعتنا لمستجدات مكافحة هذا الفيروس لأهميته الحيوية بالنسبة للمواطن والتزامه بكافة إجراءات الوقاية من هذا الفيروس. إلى ذلك سنتناول في حلقة اليوم عدداً من المواضيع والوقائع التي تشغل بال المواطن الليبي وتحتاج إلى توضيحات كافية بالنسبة للمسؤولين لطمأنته بشأنها. تأخر الجرعة الثانية من اللقاح الروسي. الرقابة على الأغذية يرفض شحن التفاح. طبرق تعلن عن مشاريع جديدة. حذرت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا فرع الواحات من ارتفاع عدد الإصابات في الفترة الأخيرة، والسبب الرئيسي يرجع للمناسبات الاجتماعية. هذا وحملت اللجنة المسؤولية لأصحاب تلك المناسبات، كما أكدت اللجنة على دخول 4 حالات مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، ليرتفع عدد المصابين فيه إلى 6، بينهم سيدتان. منذ انطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في ليبيا بشكل عام، اختلفت أنواع الجرعات التي تلقاها المواطنين، وكذلك تأخرت الفترة الزمنية بين جرعة وجرعة. ولكن ما لم يكن متوقع هو أن الجرعة الروسية والمعروف باللقاح سبوتنيك لن تكون له جرعة ثانية، وهذا بناء على تصريح مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو في مقابلة سابقة، حيث قال أن الشركة المنتجة اللقاح الروسي قد أبلغتهم أن الجرعة الأولى قد تكون كافية لإحداث المناعة من دون الحاجة إلى الجرعة الثانية. كما يتردد أيضا في بعض التصريحات الصحفية بأن لقاح أسترازينيكا سيكون هو الجرعة الثانية البديلة. مشاهدينا، حول هذا الموضوع ينضم إلينا مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالخدمات الصحية بنغازي أحمد العوامي. مرحبا سيد أحمد. سيد أحمد، ما هي قصة أن يكون لقاح أسترازينيكا هو الجرعة الثانية للذين أخذوا الجرعة الأولى من سبوتنيك الروسي؟ نعم، تحية لك أختي فرح ولفريق البرنامج ولكل من يشاهدنا عبر قناتكم الموقرة. طبعا الموضوع هذا ممكن أقرتها يعني اللجنة العلمية الخاصة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ولكن يعني لم يتم إصدار مثلا منشور رسمي حوله، يعني ممكن في انتظار موافقة من وزارة الصحة، يعني الأمر مازال ممكن تحت الدراسة. قبلنا طبعا أختي فرح، هناك كثير من الدول اللي قامت بخلط التطعيمات، يعني خلط التطعيمات معناها يعطوا نوع ثم الجرعة الثانية تكون من نوع آخر مختلف. يعني هذه مش أول مرة، ولكن هذا طبعا بالتأكيد ما يكونش بشكل عشوائي، لازم يكون هناك يعني دراسات، حتى مثلا في دول أخرى. يعني الأمر مش حيكون مثلا بتجربة مش أو حاجة جديدة يعني. فهذا ممكن اللجنة العلمية إذا كان أقرت هذا الشيء بالتأكيد استندت إلى بعض الدراسات يعني في دول العالم اللي سبقتنا في التطعيمات وسبقتنا في خلط الأنواع. طبعا نحن في ليبيا الآن تعطى الجرعة الثانية من تطعيم أسترازينيكا، الناس اللي أخذوا الجرعة الأولى متوفر حسب ما صرح السيد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض دكتور حيدر في سمعناه في تصريح في إحدى القنوات الفضائية. قال أن حتى الطعم الصيني سينوفاك سيتوفر قريبا. الآن طبعا يتم إعطاء تطعيم سينوفارم في بنغازي وفي كثير من مدن ليبيا، يعني حسب التصريحات المسؤولين أن الجرعة الثانية حتكون متوفرة، ممكن بدوا فيها في طرابلس. طبعا بنغازي ما زالوا ما اكملوش المده المحدده، وبالتالي لما يكملوا حتعطى الجرعه الثانيه. والمشكله كيف ما ذكرتي هي في تطعيم سينوفارم اللي هي مشكله عالميه مش ليبيا بس، يعني يبدو ان الشركه المصنعه يعني حسب ما سمعنا من الاخبار انها يعني
لم تستطيع مثلا توفير جرعات ثانية كافية في العالم. يعني هناك الكثير من الدول اللي تعاني في نفس المشكلة، ليس ليبيا فقط. وبالتالي المركز الوطني من واجبه أن يقوم بحل لهذا النقص، وخاصة أن يعني ضمن الناس أن حسب ما صرحوا كثير مختصين أن سينوفارم طيب سيد عفواً احمد عفوا سبوتنيك ممكن تستمر المناعه لسته اشهر يعني. سيد نعم. احمد يعني احنا منظمه الصحه العالميه سبق وان حذرت من الخلط بين الجرعات، شنو اللي تغير يعني؟ حضرتك قلت لي اكيد بنستندوا على الدراسات، بس اي دراسات في حال منظمه الصحه العالميه حذرت بين الخلط؟ طبعا منظمه الصحه العالميه عاده ممكن لما حذرت انا ممكن سمعت تصريحات قديمه يعني ممكن كان يعني ما فيش بيانات كافيه، وبالتالي بالتاكيد منظمه الصحه العالميه ما تسمحش بمثلا اجراءات او خلط مثلا بين تطعيمات ما يكونش مدروس يعني. بالتالي لما يكون الموضوع في دراسه ممكن الآراء تتغير يعني، والله أعلم. لكن نحن أختي فرح نحن في الخدمات الصحية بنغازي وفي كل المدن الليبية أو في كل الخدمات الصحية في كل مدن ليبيا تعمل بحسب المركز الوطني والجهة المسؤولة واللجنة العلمية الموجودة يعني. مش ما فيش أي مدينة حتجتهد أو أي خدمات صحية حتجتهد من عندها إلا الموضوع لما يكون بشكل رسمي وايضا بشكل علمي ومن خلال الجهات المختصه يعني. الان حتى هذه اللحظه ما فيش مثلا اي منشورات رسميه اي قرار صدر يعني انه بياخذوا جرعتين مختلفتين، هي ممكن اراء مجرد اراء يعني. نعم. طيب سيد احمد، وصول تطعيمات في اوقات متباعده يعني هذا الامر اللي يتسبب في تاخر الجرعه الثانيه، هل له تاثير على الاشخاص اللي اخذوا الجرعه الاولى؟ والله احنا نقول ان شاء الله ما فيش تاثير، خاصه ان يعني بعد الدراسات يعني على سبيل المثال يعني تطعيم فايزر كان بين الجرعه والجرعه اعتقد ممكن 21 يوم، فتبين ان لما تقارب ما بين الجرعات المناعه مش حتستمر فتره طويله، وبعدين العلماء غيروا الفتره واصبحت شهرين. استرازينيكا الدراسات بينت ان يعني ممكن حتى لعند 3 أشهر أو حتى 6 أشهر يعني، وفي دراسات قالت حتى ممكن 45 أسبوع يعني. يعني حتكون بمجرد ما ياخذ يعني كل ما بعدنا حتكون المناعة أفضل وأحسن في كثير من الأنواع. أنا ما نقدرش نعمم، ولكن في أسترازينيكا نقول مباعدة أفضل، في فايزر أفضل، وممكن هذا ينطبق على التطعيمات الأخرى يعني. لكن يعني ما فيش منا أن مثلا واحد إذا كان تأخر تلغى ويبدأ من جديد يعني. أعتقد أن فترة شهرين وثلاثة وأربعة ما أعتقدش أن تكون فيها مشكلة، والأمر هذا عادة يفصل فيه المركز الوطني هو الجهة المعنية، وهي اللي ممكن تصدر مثلا دلائل أو تصدر بيانات في هذا الخصوص. ولكن ما نسمعه من المختصين أنهم يطمنوا ويقولوا أن المباعدة بإذن الله تعالى ما في أش مشكلة، ولكن يفضل أن التطعيمات يعني تتوفر في موعدها. بالتأكيد هذا حيكون أفضل، ويكون يعني خاصة للناس الكثير من الناس اللي يكونوا مثلا يحتاجوا في إجراءات السفر وما شابه يعني. نعم. سيد أحمد العوامي مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالخدمات الصحية ببنغازي، لك جزيل الشكر. قال مدير الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات أنه تم رفض شحنة تفاح تركية المنشأ عدد 1680 صندوق موردة عبر ميناء طرابلس البحري، تم الكشف عليها ظاهريا وإحالتها للتحاليل المخبرية التي أثبتت نمو فطري عليها، مؤكد على أن سبب هذه الفطريات سوء النقل وانقطاع الكهرباء داخل الباخرة وارتفاع نسبة الرطوبة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا أستاذ شعبان يونس مدير فرع طرابلس بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية. مرحبا أستاذ شعبان، هل تتحمل الجهة الموردة للشحن مسؤولية عدم وصول البضاعة بشكل آمن؟ لم أسمع السؤال جيدا. نعم، كنت نسأل فيك، هل تتحمل الجهة الموردة للشحن مسؤولية عدم الوصول أو عدم وصول البضاعة بشكل آمن؟ إذا كان ثبت يعني انقطاع التيار الكهربائي أو عدم توصيله داخل الحاويات المبردة في أثناء شحنها بحرا داخل السفينة، فيكون الوكيل الملاحي هو المسؤول بالدرجة الأولى. وإذا كان سبب انقطاع التيار الكهربائي داخل
ساحة الميناء أو الحظيرة الجمركية، فأنا تكون الشركة الليبية للمواني هي المسؤولة في الدرجة الأولى. طيب ما هي الإجراءات المتبعة في حالة زي هذه مثلا؟ الإجراءات المتبعة اللي هي التعجيل بسرعة إتلاف الكمية نتيجة وجود تعفن ونموات فطرية بشكل واضح. نعم. لأغلب الكمية طبعاً. سيد شعبان، خلينا نستفيد من وجودك معنا، نحكي أكثر عن المواد والسلع اللي لاحظتوا انتشارها في المحلات التجارية وهي غير صالحة للاستعمال. أغلب المواد الغذائية اللي داخل السوق الليبي نتيجة عدم تخزينها بشكل جيد أو تداولها ونقلها وعرضها داخل المحلات بشكل جيد وتوفير التيار الكهربائي والتبريد الكافي. كيف ما عارفين أنتم السلع الغذائية تختلف، هناك سلع غذائية تحتاج إلى درجة تبريد تجميد وتحتاج أخرى إلى تجميد تبريد وأخرى تحتاج إلى وضعها في أماكن جافة. إيه بس زي شنو أستاذ شعبان، يعني زي شنو المواد هذه؟ منها اللي هي سريعة التلف، الألبان، الأجبان اللي تحفظ في درجة حرارة في درجة تجميد، منها جبن الشيدر والموزاريلا، وأيضا يوجد مشتقات الألبان اللي هي الزبدة، وأيضا الأسماك واللحوم بمختلف أنواعها. فهذه تحتاج إلى درجة حرارة درجة تجميد عالية، يعني ناقص 18. أما درجات الحرارة الخاصة ببعض المواد الغذائية مثل الأجبان والزبادي وتحتاج إلى درجة من 2 إلى 8 داخل الثلاجات المبردة. أيضا توجد مواد مثل الدقيق ومنتجات الحبوب بصفة عامة، الأرز، أغلب منتجات الحبوب والبقوليات الجافة تحتاج إلى أماكن جافة ولا تتعدى فيها درجة الحرارة 24. نعم. طيب سيد شعبان، شنو قصة سحب شاهي الزهرة من السوق؟ يعني بحكم أن شاهي الزهرة طبعا معروف ومهم جدا لدى المواطن الليبي ومستخدم بكثرة، بس شنو قصة سحبه من الأسواق؟ نتيجة استعمال المطحون من الشاي، بقايا متبقية من الشاي الزهر الأحمر مطحونة وموضوعة على شكل كرات، يعني فهذا يعتبر غش ولا يعطي الصبغة المطلوبة للشاي باعتبار تفكك جزيئات هذا المكون. نعم. سيد شعبان يونس، مدير فرع طرابلس بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، شكرا جزيلا لإطلاعنا على هذه المعلومات. مشاهدينا فاصل ونتابع حلقة هنا ليبيا. ما تزال عدسة برنامجنا ترصد آراء الشارع الليبي بخصوص منحة الزواج التي أثارت جدل واسع بين مع وضد. خلونا نشوف عينة من الشارع السبهاوي. السبب في هالظروف الصعبة استاذي، يعني شوف تو ظروفنا صعبة تعلمها أنت وتعلمها الغير، ليبيا كلها تعلم بها. فالظروف الصعبة نساعد الشباب، يعني هي نعتبرها بادرة كويسة من ناحية دعم الزواج، نعتبرها بادرة كويسة الحق. إجابتي حتكون على شقين إن شاء الله تعالى. إما بالنسبة مع، أي نعم مع السنة الشريفة المطهرة مع كتاب الله، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذه معه. وأيضا في نفس الوقت أن معه للشباب اللي فعلا مجاهز وفعلا أن فكرة الزواج هي الإحصان والإعفاف وأن يبي يتناسل كيف ما قال صلى الله عليه وسلم. لكن أنا ضد أي واحد أن فكرة الزواج هذه ينظرها لأنها تحصيل مبلغ مادي فقط.
هذا حيسبب كوارث عندنا في المجتمع الليبي. مع وجدا لأن هذه لولا بادرة جديدة من نوعها في حكومات ليبيا في عصر فبراير، رأينا رؤساء وحكومات يزجون بالشباب في الحروب اللي للمحافظة على أماكنهم، رأينا رؤساء وحكومات تدعم الفتنة والتشتت والحروب، لم نرى من قبل رئيس حكومة يدعم صندوق الزواج أو يدعم الشباب المقبلين على الزواج. لو هالأربعين الألف أو هالعشرين ألف اللي هم يحكوا عنه أو هالمنحة كم من كانت، لو هي مشروع يكون نفسها كانت أفضل من أنه هو يفتح بيت. فتح البيت ما هو سهل بالصورة اللي هم توقعوها أو بالصورة اللي هي موجودة حاليا، ولكن أعطيه مشروع ينهض نفسه بش يحس انه هو بالفعل اشتغل وفتح بيت ويحس به وعارف شن هي قوانين فتح البيت، يعني اللي هو بيفتحه شن هي الأسرة، كيف يكونها، كيف يفتح، كيف يخش حياة جديدة، انتقال من حياته الأولى لحياته الثانية. فبصراحة لابد من إعادة نظر في الموضوع هذا. قال عميد بلدية طبرق فرج بالخطابية لبرنامجنا أنه خلال زيارته لمدينة طرابلس الأيام الماضية ناقش فيها عدة مشاريع هامة للمدينة تم اعتمادها من الحكومة ورصدت الميزانية الخاصة بها. أما فيما يخص من خلال زيارتنا إلى مدينة طرابلس الأيام الماضية، تم فيها مقابلتنا للسيد معالي وزير الحكم المحلي والسيد وكيل الوزارة، وذلك لمناقشة عدة مشاريع تخص هذه البلدية، من بين المشروع تنفيذ شارع المنارة الشمالي، التحريات عيادة المنارة، والتي أصدرنا قرار بتسميته باسم شاعر المحتقل رجب بحويش، كذلك مشروع تنفيذ طريق شارع مصرف الوحدة الفرعي الواقع أمام مراقبة التعليم، مشروع تنفيذ صيانة مبنى الفندق القديم فندق الزجاج، مشروع تنفيذ شارع فندق دار السلام ميناء الصيد البحري، طريق اللي مر على أن يكون مكمل للكورنيش، مشروع تنفيذ طريق سور جزتن اللي الآن بادين فيه اللي هو جنب فندق جبل الأخضر سابقا، مشروع تنفيذ ربط الميناء البحري بطريق جزيرة الحطية وهو طريق جديد للسيارات، خص بالذكر سيارات الميناء حيث أنها تسهل عبورها، مشروع تنفيذ طريق باب درنة سوق النصر من أمام الجراج الحكومي ومدرسة عطية الياس يربط شارع باب درنة لسوق النصر، مشروع الحديقة العامة بالسلطة الحقلية، ومشروع كورنيش الليدو. هذه المشاريع تم اعتمادها من الحكومة وتم اجتماعها من وزير الحكم المحلي ورصدت مبالغها، وبإذن الله خلال الأسبوع القادم حننزلها في حيطات وحتبدأ مباشرة العمل فيها، وجميع تقنيات المالية جاهزة ووصلت. هذا وأكد عميد بلدية طبرق بأن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أصدر اللائحة التنفيذية التي تخص الإيرادات المحلية، مؤكدا على أن أي إيرادات محلية للبلدية ستعود للبلدية. لقد أصدر سيد دولة رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للإيرادات المحلية بجميع أي إيراد محلي داخل البلدية حيعود للبلدية وفق إجراءات وإيصالات تخص البلديات دون غيرها. يعني يلغى بالنسبة لنا إيصال ميم خمسة وحررت إيصالات جديدة باسم بلدية طبرق، وهي اللي حتى تستلم الإيرادات من رخص، من مخالفات حرس، من مخالفات المرور، من الساحات، من المواني، ولنا حقوق. وقد تحدثنا مع السيد معالي وزير الحكم المحلي حول مستحقاتنا من ايرادات الجمارك
لأن من 2011 إلى الآن لم الجمارك تحول لنا النسبة المقررة وهي 10%. ووعدنا بحالة هذا الأمر بكتاب رسمي له والذي حله بالإدارة العامة للجمارك على مستوى الدولة وعلى أن تحولنا مبالغنا ومستحقاتنا، وهذا حق لبلدية نبرق ولم نتركه. أصدر المجلس البلدي بمدينة شحات بيانا بخصوص القبض على عضو المجلس البلدي عثمان الميار، مستنكرين الطريقة التي تم بها اعتقال العضو، معتبرين أن ما حدث هو اعتداء على أبناء البلدية. بيان المجلس البلدي وشباب مدينة شحات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين، وبعد، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. ونحن نشهد ما تمر به بلادنا في هذه المرحلة وما تتعرض له بلدية شحات من تهميش في استحقاقاتها الدولية وفي توفير حاجيات المواطن اليومية وأقل من الشرب. إن دماء الشهداء من أبناء هذه البلدية والتي قدموها من أجل دحر الإرهاب والإرهابيين كفيلة بأن تكون نبراسا يقتدى به، ولكون ظاهرة الاعتداء على أبناء البلدية داخل حدودها قد تكررت لأكثر من مرة من جهات من خارج البلدية، وآخرها ما تعرض له عضو المجلس البلدي الأستاذ عثمان ميار اليوم الاثنين الموافق 20/9/2020 من اعتداء وقبض بطريقة لا تليق بعضو المجلس البلدي. ونعتبر ما حدث هو تدنيس لحرمة المبنى، وهذا يعتبر رمزية لجميع أهالي البلدية. لذا نطالب من الجهات التي قد قامت بهذا الأمر ضرورة إخلاء سبيل السيد عثمان الميار، كون القضية قد تم حفظها لمرتين بالنيابة العامة بالبيضاء والاحتضار وبشكل رسمي للمجلس البلدي ولشباب البلدية. ونعلن أننا غير مسؤولين عن أي تصرف قد يصدر عن شباب البلدية كردة فعل طبيعية احتجاجا على ما حدث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عميد بلدية شحات أستاذ حسين بودرويشة. مرحبا سيد حسين، يا ريت توضح لنا أكثر شنو صار وشنو السبب. السبب يا عبلة، شنو صار تحديدا؟ البلدية في اجتماع يا عبلة، عارفة؟ نعم. وأثناء الاجتماع جاء واحد استأذن وقال نبي عضو المجلس البلدي 5 دقائق. لما طلع سمعنا الفوضى، تعيتهم 7 أشخاص مع بناتكم دخلوا خذوا عضو المجلس البلدي بالقوة. أنا في بلديتي طبعا نحكي قاعد مع أهلي، يعني ما عملش دير شرطة وبوديغاردات وكلام هذايا. أي واحد عنده مشكلة مواطن، نحن انتخبنا الشعب من أجل خدمته. عندناش في قوة أمنية كبيرة وني وحراسات زي في مكانات أخرى، عرفتي؟ فلما جو خذوه بالقوة وطلعوا، من خذهم؟ قالوا خذت الأدلة الجنائية المرج. الأدلة الجنائية المرج كيف خذاتها؟ بطريقة بيني وبينك بست بكرامة البلدية وبقيمتها وحتى مست بالقبيلة بروحها اللي نحن وإحنا شخص أصبح أي فرد فيها مستباح أن يدخل في أي وقت. والعملية هذه متكررة أكثر من مرة من قبل في شحات بصراحة. نعم. هذا الموضوع اللي صار يا عبلة. طيب، ولكن يا حضرتك ذكرت من الجهة اللي ألقت القبض عليه، ولكن ما السبب؟ يعني شنو السبب وراء الاعتقال؟ السبب يا عبلة قضية سابقة اتهم فيها عضو المجلس البلدي وهي قضية باطلة. كان المراد بها تشويها أكثر من أي شيء آخر، عرفتي؟ نعم. قضية حفظت في النيابة مرتين لعدم وجود الأدلة. نعم. وكان متهم فيها أكثر من شخص، عرفتي؟ وطلعت براءته وعاود عمله وانتهت الموضوع على الأساس. يقولوا ان في صار في تجديد او توسيع في التحقيق، ولكن نحن تحت طاية القانون، احنا في هذا القانون. يعني عضو مجلس بلدي دير استدعاء، كلم عميد البلديه، قول راه في عندك عضو في هالاطار، عرفتي؟ ان مدعو للتحقيق. مستحيل نحن نبغى نرفضه، يعني نحن اللي نبنوا في الدوله يا عبده. نعم. لكن الطريقه اللي صارت بصراحه
طريقة ناس ما يعني نقدر نقول لك 95% ما عملوش خشوا في مهنية التدريب هذول على ما يبدو انهم دوروا خرجوهم وقالوا لهم عدوا مارسوا عملكم. نعم سيد حسين، ما صحة خبر إطلاق سراحه؟ يعني وهل لو الخبر مظبوط هل تم التواصل مع الجهات ذات الاختصاص؟ والله أقول لك حاجة يا الله، هو مجرد ما صار الموضوع بتاع الخبر هذا الموضوع رأي عام، عرفتي؟ ولما خذ رأي عام كل واحد زي اللي حزق ما فيه ده، عرفتي؟ نعم. فهم أطلقوا يعني نقول لك أطلقوه يوم وليلة، يعني كان يوم كان طالع يعني. نعم. وهم أطلقوه لأسباب أن الرأي العام، نتيجة الرأي العام اللي صار يعني. طيب أستاذ حسين خليني نختم معك بالرد على بيانكم، هل تم الرد على بيانكم أو صار أي تواصل بينكم وبين الجهات المختصة؟ والله يا أبلة البيان كان له تأثير كبير، هو اللي أثر نقدر نقول في طرح صراحة العضو المجلس البلدي. نعم. لأن أوضح للناس إن بطريقة هذه حنبو وكأننا نتعامل في عمل ميليشيات. اي واحد يلقى واحد من نفس المنطقه والله يدير موقف فوري بشغله. انا ضد الكلام هذا، انا ندعو ان نكون تحت طائره القانون رعايه الدوله، ان الناس اللي تخش في المجلس الفضائيات بالذات في الامن يكون الناس مهنيين متدربين وعارفين روحهم كيف يخشوا كيف يطلعوا. نعم. موضوع الهمج والاشياء التصرفات الفرديه هي ما انا ما نقيسها علي مؤسسه امنيه كامله، لكن بصراحه الموضوع هذا كان تكرر عندنا في شحات مرة أخرى، حتكون ردة فعل غير عادية بصراحة. نعم. حيكون ردة فعل قوية من الناس كلها، راح أجمعوا جميع سكان شحات أن الفعل هذا فعل مشين وأن فعل غير لائق وأن فعل غير مهني وأن الناس مرة أخرى حتصبي بسلاحها ضد الملاحظين. نعم. سيد حسين بودرويش عميد بلدية شحات، نشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا، على أمل اللقاء بكم مجددا، دمتم في رعاية الله.